السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا فصلية الضابط النووي البارت الثامن. زهراء كانت قاعدة من الحجة، وحنين اجا انوار وقال: انوار زهراء الشيخ يريدك في الوظيفة. هزيت راسي بعنايه وقلت: تمام جاية. مشيت توتر ودقيت باب، دخلت لقيت الشيخ قاعد شافني ابتسم وقال: ابو انوار تعب ويا دخلي، عندي حج وياك. هزيت راسي ودخلت، رحت قعدت يمه وقلت: اتفضل عمو، محتاج شي؟ ابو انوار سلامتك بنتي، سمعي ابويا اليوم اتصل علينا عمك ابو ثار وطلب منه انه ما ادري لين توفى فهد، وقال قعدتك هنا غلط وانتي غريبه عنه، ما يصير. ابتسمت وكلي امل انه الشيخ راح يوافق على رجعتي لين اهلي. كمل كلامه وقال: ابو انوار انا وياه كلامه صح، بس احنا بقانون عشيرتنا الفصليه بعد ما يتوفى زوجها الظل ما ترجع ويعقد عليها شخص ثاني. هنا وجهي صار اصفر وقلت برجفه: لا شيخ الله يخليك، خليني أرجع لأهلي، فكر بالموضوع، أنا أبيد أهلي، ما أبيد أظل هنا. أبو أنوار ما يصير بنتي، شبيدي عليك؟ بما أنه أنتي ما مكشوفة على فهد وما تغرب لك، راح أخلي أنوار يعقد عليك وتصمين موته. لا تفكرين نفسك فصلية هنا، أنا قلت لك اعتبرين أهلك، والله يشهد أنا أحبك مثل بنتي حنين، وإن شاء الله أنوار ما يقصر وياك. أنا من الصدمة ظليت أبكي بدون وعي، يعني راح أظل فصلية طول عمري، راح يعقد علي أنوار بعد. خلصت حياتي، ما ظل عندي أي أمل. الشيخ حكى وياي وهداني، حاولت أسيطر على نفسي، هديت نفسي وقلت: هذا هو شيخ مثل ما تريد. وقمت وقلت: من خصتك شيخ؟ أروح لغرفتي وبعد ما أروح بنتي، فكر بالموضوع وإن شاء الله باشر نعقد لكم. هزيت راسي وقلت: تمام. طلعت حسيت نفسي، دخلت وبالقوة أمشي، رجلي صاروا خيوط ما أحسن بهم. طلعت قعدت على الموجوحة أشم من هوا وأهدأ شوية، قاعدة ظليت أبكي لحد ما حسيت دموعي نشفوا، ما ظل بي حيل. أبكي هدأت شوية، ظليت أفكر بنفسي وشنو منتظرني من حياة جديدة. كان الخوف ماليني من أفكر أنه أنما راح يقعد علي راح يزيد خوفي أكثر. نزعت شالي وخليته على الممجوحة، فتحت شعري، رفعت راسي للسماء أشوف النجوم والقمر اللي يضوي، ودمعتي نازعة على خدي. إجت على بالي أغنيتي المفضلة اسمها وعد مني، وعد يشوف. ظليت أغني بصوت ناصي بس ما مسموع، كنت مطمنة انه البيت كلهم نايمين، فاخذت راحتي ظليت ادندن بكم اغنية اجت على بالي واضحك على نفسي انا بها حال. وكان اغني حسيت على نفسي تخبلت، سندت نفسي على الموجوحة وعلي صوتي شوي واغني، حسيت شخص واي وقفت غنى وظليت ساكتة خايفة لان البيت كلهم نايمين، اخاف ادوى اشوف منو، خاف اشوف جني واخترع. اخذت شالي وغطيت وجهي من الخوف وقلت بصوت ناصي: اذا اكو جني وراي سوي صوت. صار صوت مثل دقة الباب، طفيت من الموجوحة، دبت وأشوف أنوار واقف قباله ويضحك. هدأت شوية وأخذت شالي وخليت على راسي وقلت: ترى ماكو شي يضحك. عبرت من يمه، بدت أدخل البيت وزمني من إيدي وجابني وقال: تعي لا تبحين، أريد أحجي وياك. وأخذت إيدي منه وقلت: دنيا ليل عيب نظل وحدنا. خزمني وقال: ماكو شي عيب. قلت: تعاي عندي حجي وياك. أخذت نفس وقلت: أوكي تفضل أسمعك. زفر بعصبية وقال: الشيخ شنو حكى وياك؟ زهراء: ماكو شي منهم، مهم هيجي حكي عادي، واعتقد انت تدري ليش تسألني، انا ما ابي ادب بالموضوع بس اريد اسمع منك. وانا من اسأل جاوبيني بادب مو بنتب، لا تصير شي ما يعجبك. زهراء: اوكي. قال انه انت راح تعقد علي وانا ما ارجع لاهلي واظل فصلي هنا وبس. ظل يبور بوجهي وساكت. قلت: انوار انت مو ما تريد تتزوج، خليني ارجع لاهلي حباب، احكي ويا الشيخ بلكي يغير رايه. ان ما منو قال لك انا ما اريد اتزوج؟ وبعدين لو الشيخ يقدر يغير رايه كان انا رجعناك لاهلك، بس قانون عشائري عشان من هيك. زهرائي: تمام، انت تتزوج اكو هواي بنات، بس لا تعقد علي، حتى لو اصير الخدامة هنا انا موافقة، بس لا توافق نتزوج حباب. حكى بتساءل وهو هل قد حابك؟ وقال: ليش ما ترديني؟ انطيني سبب مغنع بيش شي، لو عندك حبيب ترديني. زهرة: لا ما بيش ولا عندي حبيب، بس انا ما اريد الزواج. المال لعد وثائر، شنو كان يحكي لي عنك بالمركز؟ يقول كان يحبك ومعجب بيك، وقال حكي ما ينقال. شاهدت بصدمة وقلت: عزة شنو كان يحكي علي هذا السبسري اللوقي؟
حب التحية إن شاء الله الزاحف، ضحك وقال: يعني هسه أنتي تقنعيني ما كان عندك علاقة قبل ويا ثار أو غيره؟ زهراء جاي تحكي أنت إن ما ولا عبالك أهلي انطوني فصلية يعني ما يردوني أو تخلوا عني، أنا جيت أبضاتي على مود عمي أبو ثار، وأنا كنت مدللة عند أهلي وانطوني أحسن تربية، وفروا لي كل شي ما خلوني أحتاج لأحد، وأنا أبد ما فكرت أخون ثقتي بيها ولا راح أسويها. ابتسم وقال: خوش كافش قد تحجين، روحي نامي باكر وراش يوم طويل. زهراء: اوكي بس اهم شو اسمه اريد تليفوني انمار. اولا هاي اوكي ما اريدها تقولين صار او تمام، ثانيا تليفوني تنسيه ما عليش تليفون. زهراء: ليش هو شو يسمونه شو مسوي ابي؟ لو احكي ويا اهلي وصديقاتي، لو اشوف مسلسلات وقصص، عفي حباب رجع ليها. انمار: الله كريم انطيك يا بس مو هسه. زهراء: اوكي تصبح على خير. انمار: احنا ايش قلنا على اوكي؟ زهراء: ايش دعوه، هي كلمه بين زوجتك. عقد حاجبه وقال: مالك دخل، انا هاي الكلمه ما احبها، يلا روحي نامي. مو وحدي ثاني ايش قد تحكين، الله يساعدني. زهراء: ان شاء الله افكر ما اقولها بس على اليمن، الله يساعدك. انا اصلا ما راح اوافق بالعقد، اقول للشيخ جبروني واشهد. لزم ايدي وضرب علي بابا بعيوني وقال: ايش حدك تسويها وشوفي شنو راح تصير بيك وين تشردين، انا ضابط لو جوا القاع القاك. توترت من غضبه، انا حاولت ادفعه بس ما قدرت، هو اقوى مني واضخم مني. ضحك وقال: ها شنو سكتي ما تحكين؟ زهراء خزرته وكلت وخر مني، لا اصيح العم والشيخ عليك ابتعد مني. وقال: عيونك لا تخزرين. وخبت منها ورحت صعدت غرفتي، بدلت ملابسي ونمت. تقعدت يوم ثاني، صوت حنين وهي تقعد بيه، جابت الغطا من عندي وقالت: حنين قعدي ولش فهميني يمتى صار الحكي وليش راح يعقدولك عليه؟ أنا ما قعدي. زهراء: الساعة 8 يلا. زهراء: بعد وقت عوفيني أناما وروحي لأبوك وفهمي يفهمك. حنين: قومي زهراء أحبابك تني الفضول. زفرت بتعب وقعدت، رفعت شعري اللي صاير كله على وجهي، قلت: تتذكرين اخوش المهم من امس اجا صاحبي وقال الشيخ يريدك؟ هنين ايه. حكيت لها اللي صار وهي بس تصفن بوجهنا وقالت: واخوي انمار شلون يوافق؟ امي قالت كتلت روحها على موت زوجها وما برا. رفعت كتفي بمعنى ما ادري، وقمت من الشباك توجهت الحمام وسألت فرشت، طلعت فتحت الكنتور اختار زي لبسه. هنين كانت بعدها قاعدة وتصفن بعدها، ضفت من الشباية وقالت بفرح: يا زهراء يعني اليوم عقدولج انت وين؟ ما زهراء إيه ليش هلقد فرحانة؟ المفروض زوجين ان اخوك راح ياخذ فصلية. حنين تشبي: ليش اخوك؟ بالعكس شافت له اخوي ياخذك، فايت له اخوي ياخذك. هو شنو انت حلوة وبعدك صغيرة ومعدلة شي يريد بعد؟ زهراء: حنين راح اقول لك شي بس لا تضوجين. حنين: قولي عمي. زهراء: شوفي ابوك قال انه القانون عشيرتكم الفصلية ما يرجع، ما ترجع، وانا اهلي قالوا لي الفصلية تظلين فترة ويرجعون. شلون هسه اهلي لو اهلك كذبوا عليه؟ حنين: والله انا ما ادري، بس على ما اعتقد انه الفصلية لازم اللي عاقد عليها ياخذها، وانتي يا اخوي الله يرحمه ما كان يقدر، اعتقد لهذا السبب ما يصير ترجعين. بوعت لها بتساؤل وقلت: شلون يعني ياخذني المعقد علي؟ لا تسوي لي بعد. حنين ضحكت وقالت: بعدين اخوي يفهمك، انا ما الي دخل، يلا بدلي ونزلي حتى نتريق. زهراء: اوكي حبي ثواني وجاي وراك. نزلت حنين وانا بدلت ورتبت نفسي، لبست دشداشه بيت ناسكه ومخصب على جسمي، جلت نمر وقلت: بما انه الصبح ما حد بالبيت ما لبست حجاب بس انزله وياي خاف احد يجي. عفت شعري مفتوح، خلت فيونكا حمام من ورا، ما خليت مكياج بس مرطب شفايف وكبست رموش وعطرت ونزلت. صبحت عليهم ودخلت في المطبخ، حضرت عيوك اكلت شوية، قمت نظفت البيت ورتبته، رجعت للمطبخ بديت احضر للغداء. جت الحجية وظلت تحكي بابنها انواع وتوصي بيا حتى هي تحكي، وانا بس احزن راسي معنى اي واقول لها صار حجية تمام. طلعت الحجية من المطبخ وانا ضليت اطبخ وحدي، سويت مقلوبة دجاج كملتها وعفتها على الطباخ، قعدت اسوي مقبلات، كنت ملتهي وراسي مشغول. رفعت راسي وشفت انمار واقف بالباب مال المطبخ، نزلت من مكاني وقمت اخذت الشال وخليتها على راسي. قال احم ودخل جاي فواكه وخلاهم على الميز وقال: انمار شنو مسوين غدا؟ استعجلي شوي وياي صديقي. زهراء: سويت مقلوبة دجاج وهاي مقبلات. هم انمار: خوش حكي، يلا صيح الحنين وصب الغدا، بس غيري ملابسك ولبسي شالك عاد اللي صاحبي يقعد ويانا على الغدا.
زهراء تمام، بس ليش أغير ملابسي؟ ما به شيء، أنما أغيرهم بدون حكي زعل. زهراء تمام. إجت حنين تركض وقالت حنين زهراء تدرين منو جاي؟ زهراء أي أدري صديقة، ما ليش بي حنين الوجه هذا الحب مالتي اسمه ياسر مالتي، أي لو شوفينه صاك ويشتغل ويا أنمار هم ضابط، أنا معجبة بيه وأشكن هو هم معجب بيه، بس ثقيل ما يبين. زهراء عزب عينك أبعين وش سكتي لا يسمعونك. وبعدين شلون فهمتي بيه معجب؟ هو ثقيل شلون ما فهمتيه؟ حنين لا أنا مرات أشوفه يباوع علي ويبتسم، وكم مرة شفته قبال مدرستي يجي يسلم علي ويروح. زهراء أضحك، ولو تشوفي وجهك صار أحمر هل قد تحبي؟ حنين أضحك، أي والله أحبه. زهراء يلا كافي خلينا نصب الغداء، لا يجينا أخوك حنين خلينا نكمل حتى نجهز العقد. أظني مصتني ابتسمتها وبدينا نصب تمن الأكل على الميز الطعام، ونسيت ما غيرت لبسي بس عدلت شال. فجوا قعدوا اتغدوا، قعدت يا حنين وأنمار بس في باوع لي وهزب ست. خلصنا الغداء بس سوالف وضحكت، انتبهت على ياسر صديق أنمار يباوع على حنين وهي من الخجل صابت حمى، ضحكت على حالتها وطقطقت طقيتها خفيف على ايدها وقلت بصوت ناصي ثقلي لا ينتبهولش حنين مو بيدي تشوفي اللي راح يقوم، اعترف له قدام اهلي واخليهم يذبحون اليوم. زهراء اضحك، والله كل شيء اتوقع. كملنا غدا وراح وقعدوا بالصالة، عزلنا انا وحنين المطبخ وبديت احضر الجاي وانطيت الحنين توديه الهم، خلصت قاعدة ترتاح. اجى انمار باوع لي بعصبية وقال انمار مو قلت تغيرين لبسك؟ ليش ما غيرتي؟ زهراء التهيت بالشغل نسيت، وبعدين لبسي ما بشي هي دش داشة وعريضة شنو البس عباية؟ انمار انا قلت غيريها تغيريها بدون هالحكي الزايد، وهاي اللي لابستها آخر مرة أشوفها عليك راس ما جسمك رسم والقولين عريضة، وباكر إن شاء الله أخلي الحجية تجيب لك لبس بخير أحسن من هذا اللبس. زهراء تمام بصورك لا يجي أحد وعندي ملابس هواي، لا تخلي الحجية تجيب ما محتاج، المهم إن شاء الله خلي عندك علم. العصر يجي السيد يعقد أنه زهراء أوكي بس ليش مستعجلين؟ أجلوا شوية أنمار لا ماكو تأجيل لأن باكر نازل واجب. زهراء تمام على راحتك. رحت قعدت يا حنين نسولف سوا وهي سوالفها، بس ياسر مبينة معجبة بي كلش، قلت لها قلت لها تجي وياي الغرفة حتى غير لبسي العقد. طلعت فستان ودي نازك ما عجبها، طلعت بهواي ملابس ما عجبوها، أخيرا عجبها بالغفتان الأبيض مطعم هم طعم مبدي وبنفسجي فاتح اختياراتها. وقاعد خليت المكياج بسيط وجبرتني أخلي حمام ألماني وصح سبحت لي شعري، سبحت لي شعري طلعت حلوة. ورا شوية جت الحجية طردت حنين، بدت تحكي وياي وتوصيني انه شنو يقول، انا وافق وما اقول ولا اعاند من هالحكي. وصاحت الحنين حتى تقل ملابسي وغراضي، بدت اساعدها ما قبل الحجية، قالت ما يصير، تعطبت ونزلت جوا يم الحجية. ورا ساعة تقريبا اجى انمار بس شافني ابتسم وقال يلا قومي اجى السيد. اجت الحجية وجابت شال غطت راسي وقفت ورا الباب اسمع السيد شنو يقول، وانا ردد وراه طلب الموافقة وافقت. ظليت اسمع يحكي ويا انمار وكذلك وافق. اجت الحجية باستني وباكت لي، وحنين هم قالت حنين تعاي صعدي غرفتك الجديدة. ظليت ارجف ورفضت، وقالت الحجية لا يوم صعدي هسه يجي انمار يحكي وياك. قلت تمام. صعدت دخلت غرفة عمار، كانت أكبر من غرفة فهد، كانت عبارة عن سويت غرفة وصالة وحمام. داخلي كان غرفة، كانت غرفة كلش حلوة. رحت قعدت على الشرباية، جو عبالي أهلي وإخواني إيش قد مشتغل، ونزلت دمعة مني ما تحملت، نزلت راسي الحضني وكنت نازل الشال وشعري مفتوح، خليت إيدي على وجهي وأبكي لحد ما حسيت الباب فتح. رفعت راسي شفت أنمار واقف، قال أرحم احنا انا مثلا قمت من الشباب لبست شالي مسحت دموعي وظليت واقفة. دخل المؤمن في الغرفة وسد الباب وقال نزعي حجابك انا مو غريب، صرت زوجك وتحلين علي. قلت لا عادي انا متاح هيجي، تغرب علي وخر شالي وقال من احكي وياك نفذي ولا تعبيني وتعاي قعدي خلي احكي وياك. هزيت راسي وقلت تمام. قعدت على الشباية وقعد غريب مني وقال